باقي على قد ما عشنا مازلنا مش بعنيش ومازلنا ما سمعنيش بطارق في الغرب. تو ثم حكايه ذي ما صارتش برشا على مغرمه ما سقات تسقط في كبير. تدخل للمخزن تلقى كبشك هي الساق صارت اللي ذي فيه برشا راي ديتايات وبرشا اسباب خلته يعمل هكا الكبش. هي فيها ثلاثه حاجات معناها الثالثه هي الاخطر. الاولاني نجم يكون في الدير هو يدور على الوحده نتاعو وتسدوا الحبل ولا السلسله. نحكيو على الصبات بعيد على الارض، انا هزوا فيها بعيد على الارض مش هزوا جمع الساقين. واضح. وهذيك الوجيعه تبدا من السلسله حتىش للرقبه. نجم يكون دار عليه الحبل ولا السلسله. نجم يكون السلسله طاب خاطر برشا بلن تحته وانت ما نظفتوش ما حطيتوش الشاي. وينجم يكون لطف يا ربي فرد فيه الدم. هذيك الثالثه هذيك ماذا بينا ديما ما نحكيوش فيها خاطر خايبه برشا وتداعياتها اخيب واحد. تفسير لك الاولاني يدور عليه الحبل يعمل له لهنا كيما قلنا احنا ترذريده تبدا وجايع يبدا الساق وتبدا وجايع والغالي هذيك ثم دويات سوري تتعمل والفرش ثم دويات عربي تتعمل. بالنسبه للفرس ينضاغ بالكلاب حتى التشفير انسان يززلك ما يعرفش يشفر يلزلو برشا مثل الحم الساق اش تعمل له انت لهنا الحنه والدباغ والشبحه شكو الفطره خلتهم لهم تعملوا مش معناها جريد تعملها معناها باهية وتعملها له كي تنظف له ساعة ساق وبتديها في كده شوية مبلذة شوية زفات تشيحها مليح مليح وتعمل له الحنة هذيك تلبس له كرسيتا وساشي وتربطهاش بالخوي باش ما تحصلوش الدم تزيد دوي تالكو وتخليها هكاكا من هنا الغدو الحي في الوقت اللي عملتها فيه نحيها فيه خلينا هذي ثلاثة وعاود له وتنحي له البلل اللي تحته جملة واحدة رجع لبسها. هذا هي السقيه نقولوا الصبات سبحان الله طيب ولا كان حاجة. كان عمل له معناها التهاب ولا حاجه ثم زرار اخوي دقان تعملوا زاد عملته من الدنقه ورجع لبس عليه وهبط مع فالنتين وطريته وخسر بكسيدون. قلت الحاله الثالثه يكون دم تفرت ولا حاجه فرت فيه الدم نجم يهز ساقه قدامي ولا يهز زاد التلاني. شنو هي الحل؟ في اغلب الحالات ما فيهاش حل. دم مشلط أبارة. ولا حاجه؟ لا 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 يبدا ذاك بادي فيه الدم. اما الدم اللي فرط فيه علاش احنا قلنا فرط فيه؟ الدم تاع له المخ رجع له على بدنه. كيما الانسان حاجاك تجلط. يقعد مدى حياتك ويعارك روا. بالله لذكر الساقين انا لذكر الساقين فما كبيش في الركبه نتاعو القداميه تعمل النفيخ. يعمل الماء اي هذيك ما لقينا لهاش دلوقتي. الماء باش نقول لك الماء نرجع توا. تبدا منفوخه على الاخر وما عادش يركز عليها بعد توصل. تعمل الماء راهو يدور عليه الثلج ولا الحبل في الليل. تعمل له لهنا ترذريزه من الاول بعد تعمل له التهاب يولي له ماء ولا السيمان كي تاخذ على السيمان تعمل له الماء هذوما الحالتين اللي تعمل الماء وقله المشي تعمل الماء وتعوج السقين. الحل الكبشي يعمل سقيبه وتحط ما عادش يلحم من هذا الكل خلي الكبش ديما يمشي ونحي له السلسله واعمل له حبل والا السلسله خليها على فرده واحده مش على زوز تعمل زوزه كي فرادي نجم مسكين في الليل تقعد تدور جيبها في سنين. باش ابطال واقف على ربع ساقين ساقيه القداميه مبوطه بالماء بعد ما عاش يركز عليها جمله تبيع قد ما تزيد قد ما اخيب كي تفيخ بها من الاول تبدا بيدي جديد تنجم تمنع سي بون ما فقتش بها ما فقتش بها ثم دويات انا قلت لك ثم برشا دويات تتجبد زريقة الزرق في البلاصه هذيك ولا في الكتف ولا وين في الكرومه ولا في الكتف هذاك ماء هي ماهيش ماده ماء هذيك لا ماء هي ماء هي تكون الماء من التردريده حتى البشر تصير سقطت برشا كبيش خاطر برشا وحتى الربطان تاع الكبش كي تطيحوا باش تزلزلوا نرجعوا للربطان تاع الكبش كي تبدا زاد ربطه غالطه ولا تبطه فيه بدا هو يتربس يحب يحل روحه زاد تتفسع تعملوا الماء واضح وصافي بالعربي ما عندكش لها ادويه سقيمه منفوخه برشا و... بالعربي اللي قلت لك من لوطه الفرسه ماني قلت لك الحل ليه الركبه معبيه بالماء ولا يقولوا التين يقولوا التين باهي يقولوا تعمل له لب خيل وبالتين دخل له الابره اسمع تاع صنعه اللي نحبش نقولها يعطيك الصحه يا خويا تاع صنعه ثم تعرفش دواء من الفارماسي ولا حاجه ثم زوز دباب زيت خلطوا واحده زيت واحده عاديه دخلتوا مع بعضهم تجبد منهم خويا 5 سي سي وزر خيل ومده جمع تجبد له الماء الكل تشيح له الماء تشيح له الماء كي يبدا بادي جديد كي يبدا بادي جديد حاله تطورت نفخت خويا بيقولوا واضح وصريح.